اديك تقول لنا كلمه تهنئه بمرور 81 سنه على تاسيس جماعه الاخوان المسلمين. لا اله الا الله. راح يا اهو اخواني يا باشا اهو بتاع ايه؟ دي السؤال الصعب ده. لا تعليق. يا عم اتكل على الله يا عم. كل سنه وحضرتك طيب. بمناسبه تاسيس جماعه الاخوان المسلمين. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. الحمد لله. انا ماليش دعوه. يا باشا. كل واحد اتعلم من عروق. الله يرحمه. ليه كده طيب؟ طب استنى. لا لا ما ينفعش. طب اقول لك طيب. لا يا عم ده موزه. منين بس؟ لا 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 لا. مش هتكلم عنه انا لا. انت عارف جماعه لا. خالص؟ لا خالص. مش انا يعني؟ جماعه الاخوان؟ لا ما اعرفش. ما نقولش طبعا لما فئه مشتقه عن المجتمع. ليه حضرتك شايف ان هي مشتقه؟ لا انت ليه شايف ان هي يعني انت شايف ان هي كجماعه هل هي منسجمه مع المجتمع؟ قول لي هم انسجموا مع مين قبل كده طيب وانا اتفق معاك. انا عارف ان الكلام ده ممكن يوضح ان حضرتك جماعه يعني قناه اخوانيه ف لا واضح ان الجماعه اخوانيه بس انا بقول لك الحقيقه. يعني انتوا ليه ما ينفعش؟ تاني جماعه دي الاخوان المسلمين. تهنئه؟ لمين؟ جماعة. لا لا دي المين ده المايك ده المين المايك ده آه. المايك ده بنبعت تقاريرنا للشرق ومكملين كده ازاي يعني مش فاهم احنا عايزين حضرتك تهنئة لجماعة الاخوان ايه المشكله طيب يا اما تبقى اخوان يا اما مش معانا يا اما تبقى اخوان يا اما مش معاكم طب انا مش معاكم اخوان ايه يا عم قلناش احنا في العلاقه دي اسمعش عن حسن البنا لا مش جماعة الاخوان لا 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 تعرف ايه؟ انا اعرف اغني طمنا عليك وقول فين الاقيك مش باقي عليك وبدوب من شوقي ليك. اهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام اسعدتم اوقاتا هذه جوله متجدده من جولات الان نستعرض ونسلط خلالها الضوء على جديد واخر التطورات على الساحه الداخليه فضلا عن التطورات في المحيطين الإقليمي والدولي. كشف متصل مصري بأحد البرامج التي تبث عبر منصات الإخوان كذبة وحجم التناقض الذي يعتري خطاب تلك الجماعة وهذه المنصات وطلب المتصل انتقاد تركيا عوض الانتقاد المصري. طب انت ليه ما بتنتقدش تركيا لما راحت ولعت في سوريا وأطفال سوريا؟ لما ابقى سوري او لما ابقى تركي والله يا عم هنتقدهم وهتكلم عنهم ولما ده يحصل اصلا هتكلم فيه انا مصري في يا عم انا مصري بتكلم عن بلدي انتوا حت... ايه ده هتطلعونا من شعرنا ليه يا اخي يا اخي بطلوا هيافه بقى بطل هيافه بطل هيافه لو سمحت بكلمك عن البلد كلمني عنها طب انت ليه ما الأستاذ منير أديب الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية ينضم إلينا عبر الهاتف. أستاذ منير أهلا وسهلا بحضرتك. من تستهدف تلك القنوات أو المنصات بخطابها عموم المصريين ومحاولة التأثير عليهم ولا محاولة الإبقاء على الكتل المنتمية إليهم أيديولوجيا؟ أستاذ منير لدينا مشكلة في أن نصل إلى الأستاذ منير أديب سنحاول إذن العودة إليه من جديد لكن على أي حال كان هذا الاتصال الذي أظهر هذا القدر من التشنج والحدة في الرد حتى على المستوى الأخلاقي ربما وعلى مستوى التعامل مع متطلبات المهنة عندما يقوم أحد المتصلين بالتعاطي بوجهة النظر قد تختلف عن وجهة النظر التي تتبناها القناة هذا في الحد الأدنى من متطلبات المهنية كما يقولون ليس من الواقع ولا من المحترم بين قوسين في شيء أن يتم التعامل مع هذا المتصل بهذه الدرجة من الحدة وبهذا المستوى من التوبيخ خصوصا أن المتصل عندما تحدث لم يتحدث لا بعبارة نابية ولا بقول ليس من المتعارف عليه إعلاميا الرجل طرح وجهة نظره وطلب بطلب من مقدم ذلك البرنامج لكن ما تابعناه وسنتابعه مع حضراتكم الآن مستوى الحدة والتشنج والصوت العالي في طريقة التعامل مع هذا المتصل نتابع طب انت ليه ما بتنتقدش تركيا لما راحت ولعت في سوريا واطفال سوريا لما ابقى سوري ليه ما بتنتقدش؟ او لما ابقى تركي والله يا عم هنتقدهم وهتكلم عنهم ولما ده يحصل اصلا هتكلم فيه انا مصري في يا عم انا مصري بتكلم عن بلدي انتوا حت... ايه ده هتطلعونا من شعرنا ليه يا اخي يا اخي بطلوا هيافه بقى بطل هيافه بطل هيافه لو سمحت بكلمك عن البلد كلمني عنها يعني هو المتصل لم يظهر تفاهة أو هيافة على الإطلاق
كما جاء في هذه الجزئية التي تابعناها. فشلت جماعة الإخوان الإرهابية أيضا بدورها في وقفات التي حاولت تنظيمها بالتزامن مع عرض ملف مصر أمام مجلس حقوق الإنسان بمقر الأمم المتحدة بجنيف، وبعد النجاح الذي قام به الوفد المصري في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي نفى عن مصر كل الاتهامات التي حاولت الجماعة أن تلقيها على الدولة، تلقت الجماعة صفعة جديدة في جنيف بعدما رفض عدد كبير من الصحفيين وكبار الكتاب تلبية الدعوة لحضور مؤتمر صحفي كان من المقرر أن يعقد على هامش اجتماعات مجلس حقوق الإنسان. عبر الهاتف ينضم إلينا الأستاذ أكرم القصاص رئيس التحرير التنفيذي لصحيفة اليوم السابع. أستاذ أكرم أهلا وسهلا بحضرتك، كيف يمكن فهم أن جماعة تتبنى هذا النهج؟ يمكن أن تكون معنية بأي شكل من الأشكال بالمنهاج الحقوقي أو بمستويات الحفاظ على حقوق الإنسان؟ أنا لا أتحدث عن الحالة المصرية، إنما أتحدث عن حجم التعارض الذي يتصوره البعض بين الأيديولوجية هذه وبين الاهتمام بحقوق الإنسان أصلا. هو طبعا يعني أساسا الإخوان ما لهمش علاقة بحقوق الإنسان ولا بالحريات ولا بالثورة، وأظن إنه أي حد متابع بشكل جيد يعرف إن هم اللي أفسدوا كل عمليات التغيير في الفترة اللي فاتت، ومش بس في مصر في مناطق مختلفة. أمر الآخر هنا هم ممكن يكون يعني أولا هو مش أول مرة يفشلوا، هم بيروحوا وبيزلوا نفسهم بشكل كبير جدا قدام المنظمات الدولية. في قواعد في هذه المنظمات إن أنا طبيعي إن أنا أستقبل أي حد وأسمع له، هم ما عندهمش كلام يقولوه. مصر خلال الفترة اللي فاتت أرسلت تفاصيل وردت على كثير من التساؤلات. مصر بتتعامل طبعا مع المنظمات الدولية، حتى المنظمات اللي اخترقوها وبقت بتمول منهم أعتقد اتفضحوا، بقتش تقاريرهم مؤثرة. أمر الآخر احنا عارفين ان اللي بيروحوا يعملوا زحمة بيبقوا قابضين، فواضح ممكن يبقى الأموال ما راحتش فما قدروش يعملوا حشد، لانه ما بيروحوش ومش رايحين لهدف. يعني معظم اللي بيروحوا مش بيروحوا لهدف او ايديولوجيا، هو بيقول له انا هديك كذا مقابل ان انت تروح وتعمل زحمه وتقول كذا وتديله هتافات، ودي اتكشفت في اكثر من مره يعني. الامر الاخر انه تحرك مصر الحقيقه والرد والتفاصيل مع المنظمات الدوليه وعرض الملف، يعني ما حدش بيقول انه ما فيش حاجات، يعني ما فيش مشكلات او في بعض الشكاوى بيتم التحقيق معاها، مفيش حاجه منهجيه. هم طول الوقت عاوزين يروجوا فكره منهجيه انه الناس بيصحوا مصريين بيصحوا يدوروا على الاخوان يعذبوهم ويضربوهم وكده، مع ان الاخوان بيحرضوا على ارهاب، وهم معظم اللي بيثيروا هذا الكلام قاعدين في الخارج، مقيمين في الخارج وبيقبضوا وتابعين لاجهزه مخابرات سواء في تركيا او بيتمولوا من قطر او كده، وده موضوع يعني ما اصبحش محلات نقاش، وهم بيتلقوا تعليمات في القنوات وكده. فطبعا مع الوقت هذه المنظمات الدوليه بتكتشف ان هم بيقولوا كلام كاذب وتقارير مفبركه، يعني ما فيش حاجه جاده يقدروا يستمعوا لها، وبالتالي مع الوقت بيفقدوا قدرتهم على ان هم يبقوا مؤثرين في مثل هذه المنظمات. استاذ اكرم، ما الذي تعنى مصر او الاداره المصريه بتفنيده او بالرد عليه، سواء كان في تقارير حقوقيه او كما اشرت حضرتك في بعض المزاعم، وما الذي يتعين او تتعامل مصر معه بواقع غض الطرف والتجاوز عنه تماما؟ يعني طبعا ما فيش حاجات واضحه لدى التقارير اللي بيقدموها او طول الوقت بيكرروا. مثلا الاختفاء القسري، حالات كثيره من الاختفاء القسري تم التحقيق فيها واتضح اما انهم مقبوض عليهم او موجودين بالفعل، او انه مهاجر بره او تم انضمامه لداعش وكيف. وده هم الاوروبيين يمكن تفهموا هذا الملف بشكل اكبر لما اكتشفوا انه ده بيحصل عندهم هم شخصيا. يعني في ناس عندهم مختفيين فيظهروا يروحوا يعملوا عمليات ارهابيه، فالموضوع اصبح مكشوف بشكل كبير. فيما يتعلق بالتحقيق في 300 شكوى حسب التقارير، يعني تم الرد عليهم كلهم من قبل السلطات المصرية بتوثيق وبغيره، سواء اللي سافر أو اللي موجود أو اللي هو متهم ويتم التحقيق معاه أو أحيل لمحكمة. لكن هم بيصروا على أنهم يبالغوا في هذا الملف. أرقام المسؤولين هم كمان المصطلحات، بيقول معتقلين وواحد بيتحقق معاه أو مقبوض عليه. فكرة توسعة السجون باعتبار أنه في اكتظاظ، لانه عدد المساجين الجنائيين والجنايات، احنا عدد المصريين بيزيد وطبيعي عدد السكان لما بيزيد احتمالات الجريمه بتزيد بدرجه كبيره،
وبالتالي فاحنا بنتكلم على انه بيدير سجون، فهو يقول لا ده بيفتحوا سجون وبيبنوا سجون من اجل مش عارف ايه. يعني هو ما هواش عنده وجهة نظر واضحة، هو طول الوقت عاوز يعمل دوشة وتشويش بدون ان يكون عنده معلومات حقيقية. بالعكس يعني حتى المنظمات اللي بتقبض من قطر او من تركيا او من غيره وتاخد رشاوى عشان تطلع تقارير موجهة، هذه المنظمات فقدت مصداقيتها وأضرت بقضايا حقوق الإنسان الحقيقية. زي ما احنا بنقول ممكن يبقى في شكاوى أو في اعتداء على شخص أو تصرف خارج القانون أو غيره، بيتم التحقيق مع الشخص اللي بيرتكب ده سواء ضابط أو جندي أو أمين شرطة أو غيره ويتم تحويله، واحنا شفنا حالات كثيرة يتم التعامل معها. لكن هو الأمر الآخر أنه بيتم الرد على الحاجات دي على طول، لكن هم بيعيدوا ويكرروا ويستندوا لمثل هذه المنظمات عشان تكرر لهم، هم فشلوا. استاذ اكرم، عندما تفتح الابواب من قبل منظمات حقوقيه سواء كانت منظمات خاصه او منظمات مرتبطه بعمل الامم المتحده بشكل رسمي ومنهجي، عندما تفتح هذه الابواب امام بعض الاعضاء المنتمين لتلك الجماعه، هل يتعين اخذ الامر بقدر من حسن النيه لان هذه روايه يجب فتح الابواب امامها، ولا يجب النظر اليها بارتياب كما تتصور حضرتك؟ لا، هو طبعا يعني في اكتر من وجهه نظر، يعني اكتر من زاويه لهذا. الاولى انه هذه المنظمات الدوليه طبيعي ان هي ابوابها مفتوحه لدى للجميع، وفي عرض التقارير بيبقى فتح الباب للجهات اللي مفترض عندها اقوال او دفوع او غيره. دي نقطه ممكن يتم فيها افتراض حسن النيه وهو جزء مهم. لكن كمان لما يبقى ما عندوش وثائق او ما عندوش كلام وكلام عام، لا يعني هذه الابواب، هذه الابواب خصوصا لو كانت تابعه للامم المتحده واراد احد المنتمين للفكره النازيه او الحزب النازي مثلا واراد ان يحيي هذه الفكره فقمع بين قوسين من قبل السلطات الالمانيه او غيره من السلطات، هل ستفتح هذه المنظمات ابوابها امام هذا الشخص ليروج لمظلوميته مثلا؟ يعني انا فاهم وجهه نظرك في السؤال ده، واضح انه ممكن يعني فكره انه الاخوان بينفقوا كثيرا على الدعايه وبينفقوا لمحاولات اختراق مثل هذه المنظمات وليهم ناس، لكن هو الحقيقي انه بيبقى مفيد جدا ان احنا ناخده حتى لو هم رايحين بسوء نيه وهو واضح وبيحرضوا على ارهاب وغيره، الطبيعي انه يتم التحقيق معاهم. وانا اشرت الى انه حتى في الغرب اصبحت مثل هذه الدعاوى بتؤخذ بحذر كبير بعد تاكدهم من انه في محرضين على الارهاب وفي دواعش وغيره. لكن طبيعي انه الحقيقه يعني تنظيم الاخوان تنظيم ممتد من سنوات وبيتداخل بالفلوس والمنظمات والمؤسسات التعليميه والمؤسسات الجامعيه، يعني هو حتى في الغرب متغلغل جدا، ودي بقت حملات كثيره جدا مؤثره في انهم يبداوا يتكشفوا انه هذه الجماعات، وكل فتره بنلاقي اسماء لمنظمات داخله في تمويل ارهاب وغيره. لكن هم جهدهم هم بيبذلوا جهد وبيعتمد طبعا على دول، لان هم عندهم استعداد. احنا شفناهم مثلا كانوا بيأيدوا الغزو التركي لسوريا، حتى اخوان سوريا نفسهم، يعني ودي كانت مفارقه غريبه، مش حد بيشجع عدوان على بلد. احنا شايفين انه الاخوان المنسوبين لمصر بيحرضوا مثلا وبيحتفوا بالعمليات الارهابيه جدا اذا نجحت، واذا فشلت بيتهموا السلطات المصريه بانها بتعتدي على حقوق الارهابيين. يعني الفكره هنا هو في جزء سوء نية طبعا، في جزء واختراقات وغيره، لكن اخذه بجديه من قبل السلطات المصريه مع الوقت وحملات مواجهه الحملات الدعائيه وغيره والشائعات وكده بيقلل من قيمته، واحنا شفنا حتى ما بقوش مؤثرين وما بقوش قادرين يحسبوا. طيب بمناسبه التقليل من القيمه استاذ اكرم، اذا كانت يعني اذا كان منهجيه الجماعه تستهدف مثلا في مراحل اولى لسنوات مضت ان تروج لما يوصف بمظلوميه الاخوان، يبدو ان الخطاب لم يعد رائجا بما يكفي، فتحول الامر للحديث عن الواقع المصري بشكل عام وعن الواقع في بعض مناطق مصر بشكل اكثر عموميه من الحديث عن الاخوان. المستهدف من هذا بعض الدوائر الغربيه ولا المستهدف محاوله التاثير على الداخل المصري؟ لا، هو التاثير على الداخل اصبح صعب جدا بالنسبه لي. يعني اصبح درجه الوعي بقت عاليه، وطبعا يعني هذا لا يمنع طبعا، يعني مش بقلل من قيمه بس انه احنا ما نتعاملش، درجه الوعي بقت عاليه، لكن هم طول الوقت بيبثوا شائعات وبيبثوا مش عارف حاجات لاثاره يعني الغضب ونشر الاكتئاب وكده. لكن طبعا هو الهدف بره
اللي هو زي النظام العيار اللي ما يسيبش يد وش. واحنا عارفين ان هم حاولوا الاتصال بجهات مختلفه ودائما بيحاولوا يشتروا بالمعنى السياسي يعني. وده موضوع اصبح معروف في دول كثيره يعني، ان اعضاء او سياسيين او غيره بيبقى عندهم استعداد ان هم يعملوا لصالح الجماعه مقابل مال او مقابل مصالح او غيره، فده بيبقى موجود. الاستهداف فكره الغرب العيار اللي ما يسيبش يدوش، لكن مع كل ما بيمر ايام ومصر بتقدر تتعامل مع الملفات دي بشكل جاد وبشكل احترافي ده مهم جدا. وبعدين توسيع العمل الاهلي والعمل المدني في مصر، تعديلات قانون، وانه يبقى في منظمات مصريه يمكن التفاهم معاها، لانه في عدد من المنظمات المصريه ممكن يبقى لديها وجهات نظر مختلفه شويه لكن ليها وجهات نظر وطنيه في النهايه. لكن حضرتك في البدايه اشرت الى فكره التقييم الذاتي اصلا لبعض المشكلات التي يمكن، لكن في منظمات تابعه وممولة وغيره بتبقى هدفها في النهايه الاساءه، هدفها مش حقوق الانسان او الدفاع، بالعكس بيسيء. وانا دايما اقول انه بيسيء الفكر حقوق الانسان، والمنظمات المموله كلها بتسيء لفكره حقوق الانسان. فبالتالي التاثير بره او التاثير في الغرب فكره العيال اللي ما يسيبش يدوش، لكن ما بيبقوش قادرين على التاثير المباشر يعني. شكرا جزيلا لحضرتك الاستاذ اكرم القصاص، رئيس التحرير التنفيذي لصحيفه اليوم السابع، منضما الينا عبر الهاتف. شكرا جزيلا لك. بعد دقائق من الان تلتقون وموجز لاهم الانباء باذن الله.